يا مرحبا ويا هلا وسهلا وحيا الله اللي يشوفونا على قناة الرسالة الخليجية. بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، نطلع عليكم كل يوم في خلال هذه الساعة، بناخذ أخبار، مواضيع، ضيوف بيشرفونا، بنتعلم من كثير من خبراتهم، وأيضا سؤال في بداية الحلقة. لكن قبل سؤال بداية الحلقة اللي دائما بنخوض فيه في خيالات غريبة، أمسي عليكم بالخير وأكيد أمسي على زميلة الأمياء. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في حلقة جديدة ببرنامجكم اليومي برنامج ساعة شباب اللي بيكون معكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة. وبكذا أقول لكم ساعة كاملة راح نقضيها معاكم في كل حب بإذن الله. وخلال وبداية هذه الساعة لازم سؤال يعني الهاشتاج. إحنا ما ودنا ننكد على أحد ولا ودنا نقلب المواجع صراحة موضوع الدراسة، لكن جانا السؤال وقلنا يعني انه ايام الدراسه في ابتدائي تحديدا واولى ابتدائي تحديدا بتحصل معانا حاجات، وبنتذكر ايام الطفوله حاجات يعني خلينا نقول ما عندنا مسؤوليات ولا عندنا هموم ولا 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 مشاغل ولا اي حاجه، فكانت الامور بالبركه على الله وبالله زي ما يقولوا، فيعني في حاجات كثير نتذكرها. صحيح طبعا طراد، خصوصا يعني مرحله الابتدائيه كثير بنسمع اشخاص حوالينا بيقولوا يا ريت نرجع لايام الابتدائيه وايام ما كنا صغار، ما كنا نشيل هم حاجه وكنا كلنا براءه وفينا الطفوله ونلعب ونجري وما بنشيل اي مسؤوليه ولا هم شيء ابدا. وفي المقابل بنسمع البعض بيقولوا لا نحن الحمد لله الله لا يعودها ايام، وصدقنا انه تخرجنا واصبحنا مسؤولين من نفسنا واصبحنا يعني نحن كامل وعينا بنتصرف بنسوي اللي نبغاه وما حد يعني بيتدخل في حياتنا. بس برضو لها جوها ايامها بالضبط. طبعا أي. اكيد كل شيء له جو وكل مرحله لها جوها. سؤالنا في هاشتاج ساعه هوا في تويتر يقول لك ايش شعورك لو صحيت من النوم فجاه ولقيت نفسك اولى ابتدائي وكل الحياه اللي عشتها كانت مجرد حلم؟ والسؤال بغير اي ضغين على فكره، يعني السؤال بيطيب نفس يعني ما تتخيل. اهم شيء يطيب النفس. خلونا نروح نشوف ردودكم ونشوف ارائكم معنا. اول رد معنا مع أمل صبية حزران تقول يا ريت أتمنى حياتي فعلا حلم وأبدأ من جديد، على الأقل يرجع زمان الحلو وأرجع أدرس مرة ثانية وأعدل أشياء بحياتي وأختار صحبة كويسة. ما عندها مشكلة أمل ترجع تدرس مرة ثانية، حلي أمل. سعادتي صفاء مراد تقول أول حاجة أسويها أكمل نومي، بعد أسبوع اسألوني إيش ردة فعلي لما أصحى. أوكي والله النوم سلطان أقسم بالله. أمال النهدي تقول برجع أنام وأكمل الحلم، تخيلوا بس 21 سنة مجرد حلم. أي والله ما تبي تصحى أمال. أيوة. ما تبي تقوم. أيوة. خليها براحتها والله ما هو في الأخير يعني متخيل. صحيح. خالد يقول راح أخذ فسحة وريال وأداوم عوافي. أهم شيء الريال يا الله. أهم شيء الريال. ساب المواضيع كلها. الله ينولك مليون ريال. ملك أو ملاك الدوسري تقول الخيال يفجع بصراحة، أنا أتوقع بفصل يعني قاهر 26 سنة كلها تروح حلم، لا مستحيل أكمل. ويسعد مساكم ومساكي. بتبطل دراسة ملاك. حلو يا ملاك. البندري تقول شعور يذبح ويضحك بنفس الوقت، مساكم ورد لولو طراد ومساكي فلو ياسمين. يا البندري يذبح ويضحك لدرجة أنه ما تخيل نفسها. ما تبى تتخيل ولا تبى تحلم. سميرة تقول مجرد أن تخيلت الله الله ستر ما أغمى علي، أجل لو حقيقة يمكن أدخل مصحة نفسية. أوف. يا الله ليش كان تاريخي يا سميرة الله. كان متعب. هذا اللي ينطبق عليهم الله لا يعودها أيام. أي والله. سارة تقول شعور الصراحة يخوف ومضحك بنفس الوقت، تخيل باقي لي سنة وتخرج من جامعة ومعاي مستقبل ويرجع يطلع كل حلم. واو أو ماي جاد. أهم شيء أو ماي جاد. ويسعد مساك ومساك يا سارة من جد. أو ماي جاد من جد. عادي معذورين. ألا تقول برجع اكمل نومتي ويسعد مساكم. الله الله عليك. سلام 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 سلطان. حلي الاء. جواهر حمدان تقول ما ادري وش يصير، راح ابكي واصرخ، انا ناقصه كمان ارجع من جديد، خلاص اخر سنه بالجامعه ان شاء الله، وش اللي ارجع يعني؟ خصوصا مين راح يحس بهذا السؤال اللي خلاص باقي لهم سنه على التخرج او باقي لهم سنه ويخلصوا مرحله الدراسه في المدارس او الثانوي. والله اللي على زواج، والله اللي على زواج ولا اللي خلف ولا حيقول لك يعني كلهم مصدومين في الاخير، كل واحد فينا عدى حياه ما يبغى لو سنه واحده. بس يعني انا عارفه إيه؟ تحديدا لو انت صار لك الشيء هذا وصحيت من النوم لقيت نفسك اولى ابتدائي ايش راح تسوي؟ طيب شوفي هو ما يمدينا ارجع للحياه. لا ابدا ما في مجال انك ترجع. طيب انا ممكن احاول استغل الموقف، اعدل اشياء ما سويتها، وفي نفس الوقت انتقم من الناس. مو انتقم كلمه قويه هذه على هؤلاء. تاخذ حقك المهم. يعني صغير على الانتقام فعلا. لا بس يعني احاول اني امنع اشياء ما تحصل،
مع انك اكتسبت منها خبره مره كبيره. أيوة. وعلمتني اشياء مره كثير وكونت مني هذا الانسان اللي جالس الان. ولكن في نفس الوقت يقول الواحد يا ريت ما صار هذا الشيء او يا ريت اتصرف تصرف ثاني. ف يعني لو بيدي كان حنتقم. انو سوري حينتقم من اللي صار فيه خصوصا اللي كان يسرق فطورك في الفسحه. يا الله انت دائما هذولي لازم انت تنتقم منهم. ولا لا بالعكس والله بالعافيه عليهم بس كنت حتصرف تصرف ثاني. زي ما لك زي ما عليك ولا مو بالضبط. خلونا نروح ونكمل ردودكم. ردود جاهزه معانا. انس الزهراني يقول اخذ ساندويتشي وعصير واروح المدرسه لاني راح اروح غصب عني. ويسعد مساكم انس مستسلم للواقع بعد السنين دي كلها برضو تروح غصب عنك. المفروض تروح تستانس وتغير اجواء. وفاء تقول اتعلم من الحلم الاخطاء اللي شفتها بالحلم يعني ابتعد عنها ولا اكررها في حياتي الجديده. حلو يا وفاء. حلو الايجابيه. سارة بنت فهد تقول الحياة حلوة نكمل المشوار. لا أهم شيء البروكن هارت القلب المكسور وجه المعصب عارف. واضح إن الحياة حلوة نكمل المشوار. طيب أموني تقول أظن لا أتوقع أنه راح يغمى علي من شدة الصدمة. بعد كذا بتجهز وأخذ شنطتي ومصروفي وأتوكل على الله ووعد ما حنام مرة ثانية عشان لا أحلم. طب يمكن إذا نمت يا موني وحلمت تصحي ثاني خلاص متخرجة. متخرجة من الجامعة. أنت 30 سنة مثلا. جوجو تقول أبكي لا حقيقي شعور غريب أكون في أولى ابتدائي وما أعرف شيء في الحياة أحس مشكلة. تخيلت شكلي وأنا صغيرة. أهم شيء الحلاوة. ليش سواد الوجه أنا ماني فاهم. ما حد يبغى يرجع لأولى ابتدائي. إيش كان بيصير لكم يا جماعة؟ كنا بنغصب على كل شيء في الحياه معليش يعني ايش كان بيصير مدرسه ومذاكره وايميد وايش تقول عادي ما فيها شيء. يمكن وقتها اقدر اغير كثير من القرارات والامور اللي صارت في حياتي لاني جربتها وشفتها في الحلم. صدق حلو يعني. صدقت حلو عجبني. بشاير تقول كويس في قرارات بعيد النظر فيها بس لما افكر ما راح اتخرج الا ب 1450 ابطل. اوكي حلو يعني في يعني اهداف بسيطه في الحياه. ريهام تقول انا يمكن شعوري يعني انجلط بعدها اتعب بعد التعب الجهد والمعاناه اللي عشناها والرسوب يتكرر في كل المراحل. ارجع لاولى ابتدائي يا ويلي. طبعا مساء النشاط. اي نشاط اذا انت ما تبي يعني ما تبي ترجع ريهام. براحتك والله ريهام في رجع لك. احمد يقول ها بدايتها ضحكه. أيه. والله ما عيد لو ايش يصير الزمن اشوف اقرب حفره وادفن نفسي. قال إيه والله ما عيد ولا سنه. يلا يا احمد. ليش يا احمد بس والله هذه ترى متعوب عليها يا ابو. والله لو ايش صار. فايزه تقول بس تخيلت الموضوع حسيت بالغبنه ودي اصيح صلي على النبي الحلم خلينا نتفاهم باقي لي شوي واتخرج منك لله يا ابليس يا رب. الادميه فصلت. بالتوفيق اكيد يا فايزه. اخر ردود معنا اليوم من دقنه تقول استغفر الله مره لا حتى مجرد تخيل يخلي الواحد مجنون. هذا كله والدراسه والتعب والكرف يطلع في النهايه حلم. ايوه حلم. حلم يا دقنة. يعني من حبتها للفكره بالواء. في الاخير انا قديه والله قبل في الاخير انا ابغى اعرف انت ايش حتسوي لو رجعتي. بالعكس انا راح اعيش كل مرحله بكل تفاصيلها يعني ممكن اعيد من البدايه واسوي نفس اللي كنت بسويه بالضبط عشان اوصل اللي انا وصلت له اليوم. والله حلو. عارفه ليش؟ في ناس فخورين بكل اللي صار لهم حتى لو كانت ايام عصيبه حتى لو كانت ايام صعبه. ترى في ناس تفخر تقول لك ايه ما عندي مشكله حقرر نفس القرار اسوي نفس الشيء. اذا انت ما تعبت وما سويت كل اللي فعلاً. انت سويته طول حياتك ما راح تنجح في النهايه فعلاً. ابدا فعلاً. وكل تجربه لها تعطيك الخبره يعني يعني والله من جد في حاجات يا ما عشناها صعبه في حياتنا غير سيبكم من المدرسه احنا بس نبغى نكدر خاطركم قصدي يعني بس انا بغير نشارككم رايك عشان ما تنتقم. بس والله من جد والله الفكره وما فيها حقيقي اوقات في حياتنا كلها نعد في اشياء نقول يا الله يا ريت هذا الشيء ما صار. بس في الواقع لما نجي نطالع ننظر للامر بشكل اوسع ترى احنا تعلمنا وصار لنا والتقينا بناس ثانيين كانوا خير لنا وصارت مواقف ثانيه وصار وتكرر الموقف وعرفنا كيف نتصرف وغيرنا تعلموا مننا امور كثير يعني حقيقي ممكن نفخر فيها بسبب المشكله او العقبه اللي كانت عندنا. صحيح. وكل شيء في النهايه يعني مكتوب ومقدر ونصيب بيد ربنا. وصراحه يعني انا اقول لكل اللي معانا وشاركوا معانا انه هذا مجرد يعني سؤال هاشتاج وحلم مو حقيقه. والله يوفق كل اللي حيتخرجوا هذه السنه او اللي قدامهم مشوار طويل. الله يعينكم. ومن هذا سؤالنا كان على هاشتاج ساعه شباب في تويتر. مكملين بفقرات ساعه شباب حنطلع فاصل قصير اترككم بعد الفاصل مع ريما وتراد. يلا
ومساكم الله بالخير حبايب قلوبنا اللي تابعونا دائما على شاشة روتانا خليجية. وصلنا معكم لفقرة إبداع شباب اللي فعلا من إنتاجاتهم اللي ينتجونها على أرض الواقع. نشوف دائما هذا الإبداع وننقل هذا الإبداع من خلال برنامج ساعة شباب. طبعا اليوم ضيفنا حاول يبتكر أسلوب جديد وحاول يخرج خارج الصندوق بأفكار جدا كثيرة جمعها في يعني عمل واحد، وحاول أنه يوصل لشريحة كبيرة من الناس، وهذا يعني صعب جدا، يعني ممكن يكون من السهل الممتنع، ولكن في الأخير يعني بدأ في هذه الفكرة. حنتعرف اليوم على جمال خان اليوتيوبر. جمال خان حياك الله معنا في ساعة شباب، مشرفنا يا جمال. يعطيكم العافية، السلام عليكم والحاجة. يعني أنا مرة مبسوط صراحة إني اليوم متواجد هنا. حلو مبسوطين والله. حلو ما تشوف البرنامج بعدين تلاقي نفسك فيها فجأة. أنت عارف إيش الجيد كمان؟ إنه ما شاء الله في اليوتيوب ريما هو له فترة طويلة، وحتى قبل كده حاول ببرنامج، والآن ببرنامج جديد. حنو الواحد أنت يكمل. أنت جمال مستمر، يعني يمكن أنتم ما أنتم عارفين سالفة اللبس اللي هو لابسه، يعني هو لابس اللبس الهندي مش بيور، ولكن يعني إيه مسوي دمج. إيه. بس جمال أنت اخترت في اليوتيوب، وكمان سابقا كنت في أحد الإذاعات كنت تقدم لون مختلف تماما عن أي لون إحنا تعودنا عليه. ناس كثير تناقش قضايا مجتمعها بلهجتها العامية أو على حسب المكان اللي هو عايش فيه. أنت ناقشت بلهجة مختلفة اللي هي لهجة أو عفوا اللغة الهندية، ودخلت بالأوردو. أوردو يسموه صح؟ أوردو أي اللي هي تعتبر اللغة العامة اللي يفهمونها كل الهند وسريلانكا. اللغة زي اللغة العامة تدعي اللغة دارجة. ليش اخترت؟ يعني ما تحس أنك أنت تناقش القضايا هذه بأسلوب مختلف تماما في وسط المجتمع العربي وتحديدا السعودي؟ أكيد أصلاً إنه أنا أدخل في حاجة زي كده في البداية، يعني تفكير عميق جداً. يعني بداياتي أصلاً لما دخلت في عالم اليوتيوب في 2011 كانت الفكرة أن أدخل برنامج عن الأفلام الهندية، وبتكلم فيها برضو عن قضايا اجتماعية بس بطريقة جداً يعني سطحية، وكنت بتكلم فيها بس كده كلام. في 2012 2013 2014 2015 2016 خمس سنوات تقريبا، اربع خمس سنوات نتكلم تقريبا. هذا عن طريق اليوتيوب؟ لا انا احب اتكلم على التفكير بس بصفة. بعد الحلقه الاولى من 2011 خمس سنوات انا جالس افكر بس انه كيف اخلي البرنامج هذا مره ثانيه يرجع لليوتيوب، بس بالطريقه اللي توصل الرساله حقت اللي هي تحليل القضايا الاجتماعيه بطريقه ظريفه كده وتوصل للناس اكثر. هذا اللي بسالك يا جمال، يعني حقيقي اخذت فتره طويله. انت اخذت المميز الان في اعمالك انك اخذت المواضيع بنظرتين مختلفتين. بالضبط. بس نبغى نعرف الان العوامل اللي ساعدتك انه انت او الادوات اللي توفرت لك انك انت يعني تاخذ شريحه كبيره من الناس سواء في العالم العربي لو قلنا او حتى الى الهند. والله الاول العوامل كانت يمكن ان هو التحدي، يعني ما شاء الله تبارك الله احنا وصلنا في مجال الاعلام لتحدي كبير، سنة في مسابقه كبيره، كل واحد عنده تميز في اللي لو واحد متميز بصوته، واحد متميز بادائه، واحد متميز بشكله، واحد متميز بافكاره. طب انا جمال كيف اقدر اخش من بين الناس هذول واتميز؟ ف 2011 انا عرفت اني اقدر اقدم حاجه بطريقه مميزه، لكن كيف ابرزها للناس؟ هنا كانت وقع كلمه الابداع. انه انا في 2016 قدرت اني انا اوصل الافلام الهنديه بطريقه القضايا الاجتماعيه عن طريق برنامج هندي حراق. طبعا هندي حراق. انت بالنسبه لك لان اللي ساعدك كمان كثير انك تتقن اللغة الهنديه. طب قول لنا كيف الحال، ولا قول للناس تتابعونا على ساعه شاشه على شاشه روتانا خليجيه ساعه شباب بالهندي. اعطينا واحد هندي يلا. جدنا سالت درشكو ابهمد اكسكتو ابي روتانا خليجيه بي One hour, घंटा सात शबाब को हिंदी में कहते पता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनको देखते रहिए प्लीज. طبعا انت وين حطوا سبتايتل؟ نحتاج سبتايتل بس السبتايتل الحقيقي مو زي الافلام. لا احنا بنخليك ان شاء الله تختم هالفقره بالهندي. بس جمال قبل كل شيء يعني اللغه الهنديه اللي انت اخترتها، هل لان في توجه كبير من العرب على بوليوود والافلام الهنديه؟ وانا اشوفك انك انت احيانا طبعا تاخذ احنا خلينا نقولها باللهجه العاميه الطقطق شوي عن بعض الافلام الهنديه، وبس بالطريقه الساخره اللي هي طبعا هم احيانا يبالغون. أيوه. يقعد يطير ثلاث ساعات في السماء لين ما ينزل الارض وكذا. فما تحس انك انت اخترت طريق يعتبر صعب من ناحية أن ناس كثير ما تفهم هذه اللغة، يعتبر بالنسبة لهم شيء جديد، ولا حسيت أن الموضوع لا يعني في إقبال؟ طب أنا أقول لك، شفتي نتكلم على شيء مشابه، المسلسلات التركية مين يشوفها؟ تتابع مسلسلات تركية؟ لو تفرجتيها من غير سبتايتل حتتفرجي عليها؟ الهندية؟ لا التركية.
اي هذا لا لازم سبتايتل. لا ما تشوفي انه مثلا ممكن تتابعي شيء حتى لو مجرد ما انت فاهمه ك ك يعني كاميشن كذا كفكره التقديم انه كيف وهذا انه والله زعلان مبسوط والدراما اللي موجوده في المسلسلات التركيه نفس الشيء في المسلسلات الهنديه والافلام الهنديه. لما انا حسيت انه الناس اول ما يجي كلمه افلام هنديه يجي في بالها حاجه واحده اصلا حتى الاوفر اكشن بيننا تلاقينا طرات بلاش افلام هنديه أيوة. ما عارفين خلاص أيوة. اي شيء اوفر اي شيء اوفر اي شيء اوفر يعتبر افلام الهنديه اظن والله اعلم ان السماعه صار فيه شيء اوفر ما ادري السماعه لانه يقول الكنترول بس ال المتاحه بس ايوه كده شكله الاردو والله مره ضار والله حقيقي لا من جد والله اي لا كويس الان صح الصوت طيب شيله من جنبك بس خلي عند جدك شيل المايك كذا عشان الناس تستوعب الفيلم الهندي هذا مو المايك بس الجهاز طيب خلينا نعرف بس جمال يعني الان انت قاعد تقول في اشياء اوفر انت بتستخدمها الان في البرنامج وهذا شيء جيد بس في ناس حتفهمك في ناس ما حتفهمك في يعني انا ابغى اعرف الشريحه المستهدفه هي شريحه كبيره ما نقدر نختلف بس توضح لنا يا مين الشريحه المستهدفه اللي بتتابع البرنامج لانه مغاير عن اي برنامج موجود الان بيناقش قضايا اجتماعيه بس تقول لنا يا مين طيب البرنامج اصلا فكرته هندي حراق عباره عن قضايا اجتماعيه موجوده في المجتمع يعني مثلا واحده من القضايا اللي تكلم فيها بدايه كانت عن البوكيمون الفتره الاخيره شفت بتصير الناس بيدخلوا يعني بيمشي في الشارع ما ينتبه للطريق واللي تلاقيه بيدور هنا وهنا مو منتبه للشارع وقاعد صارت عليه كوميديا كثيره في الموضوع صحيح. ده فانا اخذت الموضوع ده البرنامج حقي فكرته انا اجيب المشهد العربي اللي هو الواقع اللي احنا شايفينه الناس هذول اللي بيدوروا في الشوارع واللي بيخرج من بيته مو داري عن نفسه وبيمشي في الشارع بيدور على بوكيمون فالحلقه الاولى حقتي كانت ان انا خارج وبرمي الله يكرمكم الزباله ويكفشني ابوي انه انا برمي زباله وقاعد انتبه ماني منتبه له في الشارع وقاعد اشوف البوكيمون فلسه انا بمسك البوكيمون يجي ابوي من ورا يمسكني هذا مشهد الطبيعي العربي المشهد الهندي كان موضوع اوفر اكشن تصوير تماما انت صحيح غير انا شفت طبعا الحلقتين اللي انت نزلتها اللي هي حقت هندي حراق انت تجيب المشهدين أيوة. تجيب المشهد العربي كيف ممكن يكون المشهد وكيف الهندي. المشهد الهندي. الهندي يعني تخيل نفس المشهد بس لما يتبهر فلما انبهرت بهار هندي ايوه بهار هندي مو هو هذا كان اذا كان ياخذ دقيقه بياخذ معك ثلاث ساعات بتوصل الفكره وبتبالغ فيها بتحاول تخليها ساخر يعني هي نفس الفكره التركات حقت 2011 بس للامانه يعني ما تطورت الفكره هذه الا بجروب العمل الله يديم العافيه المخرج محمد كمال ومعايا مصور برضو محمد اياد احمد وجه لهم تحيه يعني من الامانه وكانوا شباب برضو علاء كانوا معايا مجموعه من الناس اللي لما دخلت لهم انا عندي فكره بس ما زي ما تقول صوره ما هي واضحه صاروا هم اشتغلوا معايا لما وضحنا الصوره ما عرفت توظفها بالضبط صاروا هم قالوا لي لا احنا فكرتنا نبغى نسوي القضايا الاجتماعيه دي نوصلها للناس بس بطريقه ظريفه ونوضح لهم الواقع اللي احنا عايشينه ولو اوفر كيف يكون من غير تنظير بالضبط انه لا تسووا لا ايوه بس انه عادي يعني زي المقارنه فالحلقه الاولى كانت عن البوكيمون والحلقه الثانيه لما جات مشاكل كثيره عن بيوت اللي بتنسرق فسويت واقع العربي اللي هو البيت اللي بينسرق للاسف ايوه يعني وهذا الواقع من جد يعني في يعني الشخص بيسمع صوت في البيت يقول لك على طول يقول لك يا معلش يعني يا وزغ في البيت يا بسه يا اي حاجه ما يقوم يشوف في الفيلم الهندي انا سويت انه الموضوع ايوه في الفيلم الهندي انا سويت انه انا الحرامي اللي ناقز من تحت الباب حق العماره لين السطوح مو لازم انا اديك الاوفر هذا برا اوفر هذا غير منطقي اذا ما شفتها شوف هذا غير منطقي تخيل يعني انا بوزني هذا لما انا انقز اصلا الموضوع كده اوفر يعني جمال عموما انت الشيء اللي غير منطقي تقلبه الى المشهد الهندي ايوه طيب جمال انا كمان شفت انك انت اضفت من الشيء الجديد انت ما تضيف بس تناقش قضايا انت كمان حتى تنصح الناس بمتابعه اخر الافلام اللي تكون نازله او موجوده في عالم بوليوود وتنصحهم وش افضل فيلمين وتعطيهم خلفيه عن هذا الموضوع في عندك متابعين من الهند ولا معظم المتابعين او كل المتابعين من المجال او من الجنسيات العربيه في عندي الشريحه اللي انا بتتابع جيمي اللي هي الشريحه العربيه من الشباب المهتمين في الافلام الهنديه الشريحة الهندية اللي عايشة هنا في السعودية أو في الخليج العربي ومهتمين بالأفلام الهندية بس يمكن بسبب إنه هم ما يعني يبغوا دائما الأبديت لأنه ما بيتكلموا هندي ترى تلاقيهم يدوروا على الأخبار دي بالعربي وآخر حاجة طبعا الشريحة الهندية اللي عايشة في السعودية هنا واللي عايشة هنا في الخليج واللي بتتابع جيمي يعني اكتشفت الحمد لله خلال فترة برنامج يعني في الراديو إنه يعني في ناس بتتابعني من دبي في ناس بتتابعني من طبعا عندي فكرة يعني سوي سبتايتل هندي عشان يتابعونك كمان الهنود كيف
فكرة مجانا أوكي؟ لا بس صدقي كده ممكن الناس تتعلم. هي ممكن والله فكرة جد أسهل, بس إحنا نبغى كمان نسمع عشان هو يتكلم بالعربي. أيه؟ هو في البرنامج يتكلم بالعربي. أيه؟ بس أنا أقصد عشان يتابعون الهنود يحطوا بتايتل بالهندي. سبتايتل الهندي والعكس على فكرة. ترى مرة والعكس تكفى يعني نبغى نتعلم. لا بعدين أصلا الهنود ما شاء الله هم في غنى عن هذا الشيء يعني الجالية الهندية. هم الهنود نفسهم في ما يقارب من 250 برنامج بس أخبار. أوكي 250 برنامج بس ما شاء الله تبارك. فانت بتدخل بينهم تحس نفسك يعني كم لغه في الهند اذا عندك خلفيه؟ اتوقع اكثر من 30 لغه. أكثر. ما شاء الله يعني لغات كثيره. وبالفعل وانا اتقن منها 7 لغات. جميل. بس يعني فالخلاصه في الموضوع لبرنامج هندي حراك كانت تحدث عن الافلام الهنديه بمجمل يعني الافلام الافضل خلال 2016 دينا بوكس بوليوود يعني. برضو اكثر الاشياء اللي ضاربه في الافلام الهنديه كسيناريو كاخبار, ما بجيب اخبار معتاده, اجيب اخبار اللي تهم من جد الناس اللي بتتابع الافلام الهنديه, واخر حاجه اللي هو القضايا الاجتماعيه بطريقه كوميديه خفيفه ظريفه توصل لنا. جمال خان يعطيك العافيه, اليوتيوبر وعلى برنامج هندي حراق. انا اقول لك ابدعت, والاستمراريه هي اكيد نهايه النجاح او بدايه النجاح. يعطيكم العافيه. شكرا لك جمال خان اليوتيوبر. هنشوفك باذن الله في أعلى القنوات وأفضل القنوات بأفكار جديدة وغريبة. حقيقة نحتاج نشوف أشياء خارج عن خيال عشان نقدر نعيش, لأنه صار يقول لك إيوه ولا ما عاد صار يسمعوا الكلام. فلازم نشوف حاجة خارجة عن الواقع عشان نستوعب للأسف, وفي أشياء خارجة عن الواقع عشان نستوعبها. بعد الفاصل حيكون معنا في ساعة شباب أخبار وسوالف. شو أتشهي مع ريما ولميا. لا تروحوا بعيد. وصلنا معكم لفقرة الأخبار المنوعة اللي نجيبها لكم من كل مكان في العالم, أخبار خفيفة لطيفة مفيدة ظريفة هادفة في تقديمها كابتن ريما ولم يا غالب. يا هلا والله. في ما في ضحكة لازم أقول لولو غالب. يا هلا لولو. تتخيلي في يوم من الأيام أنك ممكن تعيشين خارج كوكب الأرض؟ يعني ممكن تروحي تعيشين مثلا في القمر؟ يعني ممكن ازورها بس اعيش فيها؟ يعني لا. تخيلين نفسك انك انت ممكن تعيشين في كوكب لا. غير الارض. ما اعيش بس ازور وارجع الارض. اي زيارات هي. أيوه. عاد لكن بس تخيلي ان لو قالوا لك ان في رئيس شركه اسمها سبيس اكس, وهذه الشركه تحصل على تمويلاتها من جهات خاصه وجهات حكوميه عشان ينقلون البشر واشياءهم يعني لكواكب اخرى. يقول لك هذه الشركة أو قال رئيس هذه الشركة يقول إن هم الحين اخترعوا أو قاعدين يحاولون يسوون صاروخ يمر بين الكواكب, وصاروخ يشيل البشر من الأرض إلى العيشة في المريخ, ويستعمرون المريخ ويسوون مستعمرة في كوكب المريخ ونقعد نعيش في المريخ في سعادة وهناء. لكن كمان يقول لك إن عشان يقدروا يخلون هذه الخطة تنجح, المشكلة عندهم طبعا في مسألة التكلفة. تخيلي الشخص الواحد عشان يطلع إلى المريخ كم تكلف التذكرة؟ كم؟ يعني أنت مثلا تأخذين درجة أولى مرة يلا 15,000. كمان في الصاروخ درجات. لا لسه ما أعطتك درجات الحين, بس بصفة عامة الشخص الواحد راح تكلف التذكرة مو مستوعبة 10 ملايين دولار لو سمحتوا, مش بالسعودي أبدا. فقال الرئيس إن لو إنه خليناها على هذا الوضع ما في ناس كثير راح تجي معانا طبعا, لان العدد او المبلغ مره مهول. فقاعدين يحاولوا يشوفون سالفه السعر هذا, يخفضون السعر شوي, وبعد كذا ان شاء الله يضبطون موضوع هذا الصاروخ الذي سينقلنا من كوكب الارض الى استعمار كوكب المريخ. وانت هل تتوقعي بتخيلك انه حتى لو كان المبلغ رخيص هل ممكن في ناس راح يتركوا الارض ويروحوا يعيشوا في المريخ؟ والله انا ممكن اسويها اذا كان فعلا الموضوع وضع طبيعي, بس ما راح اكون الدفعه الاولى. أيوة. ما سوي زي الآيفون. أيوة. هنجيب مالك القطة من الحين تقول لك العنود. لا الحين أقول لك صار يعني ناخذ. حينزل. لا ما عندك إن شاء مشكلة الله. يعني ناخذ قرض. أكيد ناخذ قرض كمان حلو. أما مشاهدينا خلونا ننتقل لخبرنا الثاني الموجود معانا في اليوم. وشفنا الكثير من المنافسات بين التطبيقات اللي بتنزل الحين كمان بازدياد التكنولوجيا, وكلها بتكون لمصلحة المستفيد أو المستخدم. وطبعا هذا الإعلان اللي أطلقته شركة جوجل بإنزال
تطبيق جديد اسمه يوتيوب جو. طبعا هذا التطبيق راح يخليك تشوف كل مقاطع الفيديو بدون الاتصال بالانترنت، يعني ما تحتاج اي انترنت عشان تشوف المقاطع الموجوده في تطبيق يوتيوب جو، وكمان يسمح للمستخدمين بحفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها في اي وقت انت تبغاه بدون وجود اتصال انترنت، وكمان يقدم خيارات حول نوعيه ودقه مقاطع الفيديو، وكمان بيسهل لمستخدمي التطبيق استعمال ميزة المشاركة المحلية مع المستخدمين القريبين بيكونوا منك واستخدام بيانات الانترنت. تخيلوا انكم تقدروا تشوفوا كل شيء موجود على تطبيق يوتيوب جو بدون الاتصال بالانترنت، واتوقع انه هذه الميزة وهذا التطبيق راح يساعد الكثير الموجودين في مناطق نقدر نقول ما بيكون فيها اتصال انترنت سريع او اصلا ما بيكون فيها خدمة الانترنت، فبدل ما تقعد طفشان وقاعد لحالك حتدخل يوتيوب جو وحتقدر تشوف كل المقاطع الموجودة بدون انترنت، وراح طبعا هذا كله في النهاية عشان تزيد نسبة المشاهدة ودخول يوتيوب. ننتقل معاكم من المريخ واليوتيوب ونوصل معاكم إلى يعني اعتزاز كبير جدا بهاتف. الحين احنا شايفين مثلا الآيفون كل مرة قاعد ينزل والأجهزة الثانية وتنافسات تصير على أفضل ما يكون داخل هذا الجوال، ما بين طبعا يختارون ما بين أفضل شكل، كل واحد قاعد يحاول يصنع شكل جميل بحيث أنه ينافس في السوق، يحاولوا يدخلون أبليكيشن معين في الجهاز، إضافات كثير تكون داخل الجهاز. بس في شركة أمريكية معتزة كثير بأنهم سووا جهاز جوال هو نفس الأجهزة الذكية نفس الشكل، بس الفرق والاعتزاز عندهم ومفتخرين بهذا الموضوع، دقيقة له اسم، اسم الاسم نوفون. الجميل في هذا النوفون إنه ما في ولا شيء، هذا القصة اسم على مسمى نقدر نقول، ولا في أي أبليكيشن، والفرق بينه وبين الأجهزة الذكية إنه ما في ولا شيء من الداخل، مجرد أنك أنت تشيل معك جوال رايح جاي زي ما إحنا شايفين هذا هو الجهاز الحين، ولا هذا يعني هذا يعني منظر؟ بس منظر تكشخ تهايط إن أنت عندك جوال بس صار لا يدك ولا يرسل رسائل ولا في يوتيوب ولا في تويتر ولا في سناب شات ولا في أي شيء، فاضي وفرحانين. أي يقول لك ليش هم اخترعوا هذا الموضوع، حاول يخترعون الموضوع هذا، يمكن لأنهم شافوا في فترة أخيرة أن الناس صارت كل أحد حاط عينه على الجوال، ما عاد في صار ترابط أسري، فقالوا هذا إذا كل واحد معاه هذا الجوال راح يلتفت للعائلة وراح يقعد معاهم بأكثر وقت ممكن، بس أبدا مو منطقي، يعني ما راح أشتري أنا أصلا ولا أحد ولا راح يشتري في شيء طبعا، وهم المهم هايطين في الموضوع وفرحانين فيها. لا بس جتني فكرة صراحة أول ما سمعت الخبر، تعرف نضحك على البزران يبغوا جوال يبغوا يصيروا زي الكبار، تعطي الأطفال يلا معك آيفون. بس ليش أشتري بالضبط؟ اي والله صادقه ما راح يكون، والله ما يخدم. نضحك عليهم اطفال مين يا لميا، انت مستوعبه اطفالنا الحين ايش عندهم؟ صحيح الان انت وانا، انا بنت اخوي الصغيره تجي تعلمني كيف انزل اشياء معينه في الجوال او في الايباد، تبغى تعطينها جوال الصراحه. بس خلينا نروح على خبرنا الاخير اللي معنا في فقره الاخبار النوعا. تخيلي انك تشتري سياره او يكون عندك سياره وتروح تشتري سياره مستعمله كمان وتحصلي جوا السياره هذه كنز. الله تخيل. طبعا هذا اللي صار هذا اللي صار لرجل امريكي عند شراء سياره مستعمله، وفجاه صار عطل في السياره، انه شباك السياره ما كان راضي ينزل وما كان قادر انه ينزل هذه السياره، فقرر انه ياخذ السياره الورشه ويروح يصلح السياره. فجاه وبالعطل اللي صار اكتشف انه داخل الباب موجود كنز وهو لا يعلم عنه وما يعرف من أين أتى ذلك. هذه السيارة اللي شايفينها المستعملة بدلها اللي اشتراها 2017. تتوقع؟ أنا أتوقع على طول طبعا. فأخيرا بعد ما صلحوا السيارة وفتحوا الباب من جوا لقيوا دولارات أكياس يعني موجودة فيها الكثير من الدولارات. صراحة أنا أقدر أقول هذا محظوظ، إيش رأيك؟ لا مو شوفي، طالما أنه هو يعني طلع هذا الموضوع في السوشيال ميديا يعني ترجع الفلوس. أيوة يعني ما استفاد ولا شيء. مين قال لك رجع؟ خلاص هو لقيه خلاص أخذها. لا إيش دراك؟ كنت معه؟ ما كانوا عارفين.
طيب اوكي. هو قال لي لا يعني طبيعي، هو صارت السياره ملكه، هو بعد ما اشتراها صارت السياره ملكه، لا اي شيء يوجد بالسياره يكون ملك صاحب يعني السيارة. يعني لمية لو صارت معاك بتاخذين فلوس؟ طبعا خلاص ملكي حقي ما اقول لها. لكن هذا من ذكائك طبعا، طلعت الموضوع وخلاص اكيد جت الشرطه واخذت الفلوس وراحت عليك. المهم يا حبايب قلوبنا اللي يتابعونا دائما على شاشه روتانا خليجيه، الكثير باقي في ساعه شباب، لكن بعد ما نرجع من الفاصل بيرجع لكم طراد ولولو، كنت بقول لمية ولولو غالب في اخر فقره. من جديد معكم في ساعة شباب، وأكيد طبعا لآخر فقراتنا لليوم مواهب فنية، وكل مرة بنلاقي مواهب مختلفة نشوف إيش الجديد عندها، عشان يعني عندنا تساؤلات أوقات خصوصا لما يتعلق شيء بالراب. ضيفنا اليوم أكيد زي ما قلت راد هو رابر سعودي، اختار فن الراب عشان يقدم من خلاله الموهبة اللي بيمتلكها. اسمحوا لي أرحب بضيفنا أحمد العبوسي، يا هلا فيك في ساعة شباب. حياك الله يا أحمد، كيف أمورك؟ الله يحييك، أنت بخير. أنت بخير حبيبي. بداية أحمد خليني أسألك، ليش اخترت فن الراب تحديدا ومتى بديت تغني؟ بديت من وأنا صغير طبعا، ما أفتكر بالضبط متى، لكن بالتحديد على شيء بالفطرة يعني، ما تحكمت في شيء، توجهت لحاله كذا. حلو. طب ليش اخترت فن الراب تحديدا؟ والله هذا زي ما قلت لك بالفطره كذا، جوي جاء معها سبحان الله، يعني ما جاء مع شيء ثاني. هي طبعا يعني كذا حسيت انه عندي موهبه في المجال هذا، فبدأت اطور من نفسي والحمد لله شفت انه الامور مشيت الحمد لله يعني. حلو يعني بدأت تكتب اول شيء، خلينا نفهم عشان نكون واضحين، بعد كذا بدأت تغنيها. اي بدأت اكتب بعدين بدأت اغني بعدين حبه حبه يعني. طب هو الراب يعتبر على مستوى العالم الان يعني معروف تقريبا من الفنون المعترف فيها. صحيح. بس يعني الراب العربي دائما بنلاقي فيه انتقادات عليه، وبنلاقي فيه تعامل مختلف. صحيح. بنحط كذا في ركن، اوقات بيجلدوه جلد يعني، بيقول لك لا الراب هذا يعني محرم او بيسيء للمجتمع او ما الى ذلك. صحيح. إلى أي مدى هذا الموضوع صحيح؟ هو في أعدل لك شيء، مو في الراب العربي، شمال أفريقيا المغرب محترف عندهم رسمياً، لكن عندنا هنا يقول آسيا يعني مثلاً آسيا ناحية لا 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 يعني الخليج والسعودية الخليج يعني بالتحديد في السعودية تقريباً، لأنه الأغاني طلعت هنا بشكل خاطئ. احنا اذا بناخذ ثقافه من برا ناخذ الشيء الكويس منها، واللي ما يناسب ثقافتنا نبعده. بالضبط. لا احنا عندنا الغلط ان اخذ كله بالكويس بسوءه. فعشان كذا الناس فاهمين غلط. نفتكر فتره من الفترات كان الراب كان يعني للاسف الشديد كان سيء. صحيح. ولكن يعني انعزلوا تماما هذه يعني هذا العالم انعزل، وبالعكس بنشوف من نواحي ثانيه انه الراب ممكن يكون بعض الاحيان هادف وبيوصل رساله من خلال الراب. ايوه الراب مو بعض الاحيان هادف، الراب اساسا هادف في الاساس، هو اصلا رساله، هو هادف في الاساس. بس البعض الله يهديهم يعني استخدموه بطريقه خاطئه يعني سوء استخدام في الراب. طب ايش حتسمعنا؟ انا حسمعكم اغنيه اسمها سبب. سبب. أوكي. ايوه يعني كل شيء بسبب، هذه الاغنيه يعني اي حاجه تصير في الدنيا خير او شر كل حاجه لها سبب. هذه الاغنيه الاولى. هذه الاغنيه الاولى. الاولى. هذه الاغنيه الاولى. يلا نسمع. جاهزين؟ السبب وما نقول ايه السبب اللي خلانا نقول فيه كل شيء يصير له اسباب، كل يصير يسير بين أقراب، بغض يصير بعد إعجاب، صار يموم بعد ما اغتاب، سؤالك هو ليش كذا يصير؟ قد قلت قبل كذا كل حاجة لها أسباب، وأنا أشوف إنه كل شيء عكس، لأنه الغني يحس بالنقص، الفقير يتكلم لسانه ينقص، الحجر حس والقلب ما حس، يا وكل فعل له سبب، وكل سبب له طلب، وكل طلب ولو جذب، جلب غلب حق آخر سلب، السبب واقع لكن لو تطالع على مخ الفارغ تلقى، العقل بايع والقلب جايع يدور على الزلة. السبب دافع كل الدوافع ما هي بدافع إلا أسمع يسامع لو حق ضاجع السبب هنا في محلة يا لأن عشنا لازم نموت يوم كل الأرض تلزم سكوت لأن ولدنا لازم نخلف لأن نكذب لازم نألف لأن نخون لازم نصرف لأن نجهل لازم نعرف لأن نحكم لازم ندير لأن نعيش لنعيش في الأخير. الله
الله الله الله الله جميل جميل. يعطيك العافية ما شاء الله. يبغى له نفس والله الراب. الراب يبغى له نفس طويل صح؟ ما شاء الله عليك. طب أحمد خلينا نتكلم من ناحية الدعم في المجال الفني، يعني إذا الفنانين العاديين أصلاً بيلاقوا صعوبة من ناحية الدعم خلال تسجيل أو توزيع أو كلمات أو ألحان، وهذا الشيء يعني كويس معك لأن أنت بتلحن وبتكتب الكلمات لنفسك، بس أنت كرابر إيش اللي بتواجه فيه صعوبة خلينا نقول من ناحية الدعم؟ بواجه صعوبة من ناحية الدعم إنه أصلاً مفهوم الرب بصورة خاطئة، فلما أطلب دعم فيشوف رب ما حيدعمك لأنه فهمينه بطريقة خاطئة أنه كله كلام هابط وكله يعني ما في رسائل. في وجهة نظرهم طبعا. في وجهة نظرهم طبعا. في وجهة نظرهم لأنه هم مو مطلعين تماما، هم شافوا تقريبا أخذوا نظرة سطحية خلاص وأخذوا الفكرة عن العموم زي كذا. بس أنا سمعت يعني الكلام اللي بتقوله في الراب صارت أسمعت أنه الكلام اللي بتقوله جدا هادف وبيوصل رسالة، فممكن يغير نظرتهم من هذه الناحية إن شاء الله. هو طبعا التغيير أول حاجة مفروض يكون تغيير داخلي ثم تغيير خارجي، يعني المفروض المجتمع الراب عندنا بعض الرابرز الله يهديهم المفروض أنهم يغيروا فكرة من شوية، لأنه في أشياء ما ينفع تسمى عندنا، إحنا في مجتمع محافظ. فإذا التغيير جاء من الداخل ان شاء الله انه الناس حتقبله 100%. هو المشكله في الداخل اساسا. صحيح. هو ما نقدر ننكر انه الان في صار نسبه من الوعي. صحيح. لانه في ناس بدات يعني مثلك ما شاء الله يا رابر احمد، يعني حقيقي في ناس بيحاولوا انهم يتركوا بصمه جيده وانت واحد منهم، بس ابغى اعرف من وجهه نظرك، يعني هو احنا نعرف انه الراب رساله جيده لو سبنا السيء وحطينا بس الجيد فيه، لكن لفين ممكن يغير او ايش المدى اللي ممكن يوصله بوجهه نظرك؟ ممكن الراب يغير في مجتمع كامل، يعني عندنا احنا هنا المجتمع عندنا الشباب اغلب المستمعين للراب صغار سن اغلبهم حاليا على حسب ما ادري انا في الايجر وقريب ال 20 يعني بالضبط. ايوه. انت لما تطلع رسائل هاتفه واشياء ممكن تفيدهم هذول، انت ممكن تربيهم على اشياء كويسه، يعني ممكن تنميهم على اشياء طيبه بدل ما تتنميهم على اشياء يعني غلط وزي كذا اصغر. جميل جميل. هذا هو اللي ممكن اغيره يعني. انت بتسمع كذا اشرح نسمع عارف. يعني حقيقي مستمتعين جدا. انا حسمعكم الاغنيه الثانيه اللي هي اسمها صنع الحجاز. صنع الحجاز. طيب نسمع. تفضل. في كل خطوة تقدم طريقي يضيق تدريجيا، ألقى نفسي برا الطريق، عندي خيارين، يا إما أرجع على طول أو أمشي في هوية المجهول اللا معقول. لا تفكر نتقبل منك مهما تقول، كأنك تسمع أصنج قرع الطبول، حاول تفهمني قبل لا تحاول تحطمني، المفروض تساعدني مو إنك تنتقدني، مع إني بو منتظر منكم أي مساعدة، أقدر أثبت نفسي بجهدي بدون مساندة. أعطونا فرصة بس لإثبات النفس، لأنه منكم عقد حبس وطموح دعس، بس مجرد فرصة وإحنا كفو لها، أفكارك عننا للحظة بس شيلها، حتشوفوا إننا الجد اللي ينساند بها، لأنه بلد بدون شباب ما في قيمة لها. يعني ما شاء الله عليك يا أحمد، يعني في حاجات كثير ممكن الواحد يستمتع فيها. أنا عادة ترى أقول لك الراب ما أفهم منه ممكن، بس ما شاء الله كلامك واضح وبسيط. عندي سؤال بس قبل ما تختم لي معك بالسؤال، أحمد العبوس صحيح؟ العبوسي. أي نعم. العبوسي. ليش ما عندك اسم فني زي ما يقولون؟ لا عندي اسم فني اللي هو MT9. هذا اسم فني MT9. أيوة اللي هو حساباتي واسمي وكل شيء يعني. أيوة MT9 في الساحة الفنية الرابرية. الساحة الفنية. أيوة MT9 جمالات. أو أحمد برضه معروف بأحمد يعني. أحمد MT9. حلو كمان أحمد، دي بعرف إيش اللي بيميزك عن الأغاني أو الرابرز اللي موجودين حاليا في السوق، إيش الشيء اللي يميز أحمد العبوسي؟ والله انا ما اعرفهم كلهم طبعا، بس انا الشيء اللي انا اسويه واشوف كثير ما يسووه يعني طبعا انه هوم ستوديو، مسوي استوديو خاص فيه في البيت. أيوة. البيت او الميوزك انا اسويها لنفسي، التسجيل اسجل لنفسي، التوزيع والميكسين اسوي، الهندسه الصوتيه بنفسي، بعد ما اخلص المونتاج اسويه بنفسي واخلص. يعني هذا كله اجتهاد شخصي اللي سمعناه قبل شوي. أيوة كله اجتهاد شخصي حقيقي. يعطيك العافيه الرابر السعودي احمد العبوسي، وتشرفنا كثير بتواجدك معنا ساعه شباب، ولازم تسوي لنا كذا راب عن البرنامج ساعه شباب. ابشر ما عندكم مشكله. من عيونك كيف التمرير طلع لهم؟ ما اعرف الان ندي، بس ما ندي الحين طبعا. لا بعدين. لا بعدين. حياك الله احمد العبوسي الرابر، مغني راب طبعا، لكل مجال في الحياه جوانب عده ولا بد نشوف الايجابي منها. صحيح ممكن تحديدا خلينا نتكلم على الراب بدا بدايه سيئه والاعلام كله شهد هذا الموضوع، ولكن الان احنا في استطاعتنا ان احنا نغير هذه الفكره، وفي كثير يعني احمد العبوسي
وكثير من الشباب اللي بدأوا يغيروا هذه الفكرة بالشكل الجيد. نسمع أغاني جميلة جدا، أوقات ما بنفهم، لكن في الأخير الرسالة واضحة. وكمان أكيد كلمتك المعتادة never too late. Never too late. بالتوفيق أكيد أحمد العموسي. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. رح نلقاكم بكرة في نفس الوقت على شاشة روتانا خليجية من الساعة 4 للساعة 5. وبكذا أقول لكم في أمان الله، معكم أنا لمياء غالب، وأنا بس أعتذر على رداءة الصوت اليوم لأني مريض، ولكن إن شاء الله بكرة أطيب. وأقول لكم أنا طراد سندي، في أمان الله، تقوم بالسلام. الله يسلمك، مع السلامة.